إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، نستعين بالله عز وجل ونتوكل عليه ونبدأ هذا الدرس الأسبوعي بإذن الله تعالى في العقيدة. وهذه الليلة هي ليلة السبت 21 من شهر شوال سنة 1433 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق، وأن يجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجهه الكريم. فلا يخفى عليكم أن الغاية التي خلقنا من أجلها وكلفنا بها هي عبادة الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كانت هذه هي الغاية من وجودنا لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بغيرها، فقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بغير أن نعبده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، كل أمور الدين الظاهرة والباطنة. ولا شك أن معرفة ما خلقنا من أجله والعلم به والعمل به، لا شك أن ذلك أشرف مطلوب في هذا الوجود، لأنه متعلق بمعنى وجودنا. ثم أشرف ذلك، أشرف العلوم الدينية الشرعية، ما كان متعلقا بأصل الدين وما كان عليه قوام الدين، وهو الاعتقاد في الله عز وجل والعلم به وبأسمائه وصفاته وبعبادته. لهذا فالعقيدة أول ما ينبغي أن يبدأ به المسلم في العلم والدراسة والتحصيل، حتى يبني عليها أساسا صالحا من التدين لله سبحانه وتعالى. ولا معنى للعمل من غير اعتقاد، ولا فائدة منه من غير اعتقاد. ولهذا كان اهتمامنا بأن يكون الدرس ابتداء في هذا الموضوع، وسيأتي شرح هذا وأهمية دراسة العقيدة وأثر ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا شرحنا للكتاب. الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى هو كتاب أعلام السنة المنشورة
لاعتقاد الطائفة الظاهرة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. والكتاب موجود عندكم في المسجد، وكذلك هو متاح على الإنترنت لمن أراد أن يحصل على صورة منه، وهو كتاب قيم صغير الحجم عظيم الفائدة، عني العلماء به طباعة وشرحا وتدريسا. هذا الكتاب للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة 1377 للهجرة، أي في سنة 1958. وسيكون هذا الدرس الأول إن شاء الله تعالى حول نبذة عن حياة المؤلف، ثم نشرح المقدمة، وفي أثناء المقدمة سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى أهمية الكتاب ومنهجه وشرح عنوانه وكذلك منهجنا في شرحه إن شاء الله تعالى. أما المؤلف فهو من أعاجب العلماء الذين تركوا أثرا طيبا في الساحة العلمية، وله كتب مشهورة جدا وعني العلماء بها ودرست وطبعت كثيرا، وقد يخيل إلى الإنسان أن الكاتب أو المؤلف من العلماء الذين طالت حياتهم في خدمة العلم ونشره. ولكن الحقيقة، وهذا من عجائب الأمور، أن المؤلف توفي وهو ما زال في مدة الشباب، وهو ابن 35 سنة رحمه الله تعالى، 35 سنة، ومع ذلك ترك هذا الأثر الذي جئنا نحن بعد 60 سنة ندرسه ونشرحه، وكذلك يفعل كثير من طلبة العلم في كثير من بلاد الإسلام. فهذا يظهر لكم فضل العلم وشرفه وأثره الطيب في تخليد ذكر الإنسان ما دامت على هذه الحياة، ما دامت على هذه البسيطة حياة. ولد الشيخ رحمه الله تعالى في قرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة جازان، وهي مدينة في الجنوب الشرقي من المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر شمال اليمن. وكان بدويا راعيا للغنم، يعين والده في ذلك ويعيش في قرية، إلى أن التقى به شيخه الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، وهو من الدعاة المعروفين المشهورين في تلك المدة، كان نشيطا في الدعوة إلى التوحيد ونشر العلم، وأصله من نجد، ولكنه انتقل إلى تلك الجهات لما علم أن فيها جهلا كبيرا وحاجة ماسة إلى نشر العلم والدعوة. فلما تعرف الشيخ القرعاوي رحمه الله على هذا الشاب، وجد فيه معالم الذكاء والفطنة والحرص، فطلب من والده أن يبعثه إلى مدرسته حتى يطلب العلم، فطلب العلم في مدة وجيزة وفاق أقرانه وحصل علما كثيرا، فتح الله تعالى عليه في ذلك فتحا كبيرا، فصار يؤلف بإذن شيخه ويطبع كتبه في حياته طبعات
كثيرة ويقبل الناس عليها. لا نطيل في ذكر حياة الشيخ رحمه الله، وهناك ترجمات له في مقدمة كتابه، وهناك كتاب للشيخ زيد المدخلي في كتاب مفرد في ترجمة الشيخ حافظ الحكمي. لكن المهم أن هذا العالم الجليل الشاب ترك كتبا كثيرة في فنون العلم، وأهم ذلك عنايته البالغة بالتوحيد وتصحيح المعتقد. فله نظم، أي تأليف على طريقة الشعر، سماه سلم الوصول إلى علم الأصول، ويقصد بذلك أصل الوصول الذي هو التوحيد. ثم شرحه في كتاب عظيم وكبير اسمه معارج القبول. معارج القبول، هذا الكتاب قيم جدا وضخم في أكثر من 1000 صفحة، وهو كتاب جامع وشامل في المعتقد. وكأن هذا الكتاب الذي ندرسه اليوم أعلام السنة المنشورة، وكأنه مختصر من كتاب معارج القبول. كذلك ألف في علوم الحديث والفقه وأصوله، وفي الفرائض أي المواريث، وكذلك عني بالأخلاق والإصلاح الاجتماعي، فألف في تحريم القات لما رأى أن هذه الظاهرة منتشرة في تلك الجهة، سمى كتابه أو تلك الرسالة نصيحة الإخوان تسمى بالقاتية. وكذلك له منظومة الميمية في الوصايا والأدب العلمية. فكان هذا العالم الفاضل جامعا لأصناف العلوم، عاملا بعلمه، داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالوفاة في مكة المكرمة بعد موسم الحج في السنة التي ذكرناها، وهي سنة 58 من التاريخ الإفرنجي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه وينفعنا بعلمه. بالنسبة للمقدمة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بدأ كتابه بالحمد لله عز وجل، وهذه سنة ماضية في بدء الإنسان رسالته وكتابه وخطابه وخطبته، أن يبدأ كل ذلك بالحمد لله عز وجل والثناء عليه. واقتبس في ذلك أفضل الحمد وأعظمه وأجله، وهو حمد الله تعالى نفسه المقدسة في كتابه العظيم. فهذه الآية أو هذه الآيات من سورة الأنعام. بالنسبة للحمد، نحن عندنا 3 ألفاظ متقاربة: الحمد والمدح والشكر. والمدح هو الأعم والأشمل، وهو الثناء المطلق سواء كان للعاقل أو لغير العاقل. يعني تمدح شيئا سواء كان عاقلا مثل الإنسان أو غير عاقل، كان يكون حيوانا أو حتى إذا كان جمادا أو كان آلة أو جهازا،
فالثناء المطلق بذكر المحاسن هذا هو المدح، وهو على الجميل الاختياري وغير الاختياري، أي سواء كان هذا الممدوح فاعلا أو غير فاعل. فإذا كان هناك مثلا آلة أو جهاز متقن الصنع فأنت تمدحه، أي تثني عليه، تذكر محاسنه، لأن هذا الجهاز فيه خدمة كذا وسرعة كذا وخصائص كذا، هذا المدح، وهو بالتالي لا يقتضي تعلقا قلبيا ولا يقتضي محبة، إنما هو ثناء بالمحاسن. ولهذا لا حرج في أن يمدح المسلم الكافر بما عنده من محاسن، لأن هذا لا يقتضي موالاة قلبية ولا يقتضي محبة، وإنما هو إثبات للمحاسن كما هي في الواقع، كما هي في الواقع. فإذا ذكر الإنسان إتقان غير المسلم وإحسانه لعمله، أو ذكر تطور بلادهم وحضارتهم المادية وغير ذلك، حضارتهم المادية وغير ذلك، فلا حرج في ذلك إن لم يكن في ذلك اغترار بمعتقدهم وانخداع بما هم عليه من الاعتقاد الباطل. هذا بالنسبة للمدح، المدح أعم شيء. ثم بعد ذلك عندنا الحمد. الحمد هو الذكر بالجميل الاختياري، هكذا يقول العلماء، الذكر بالجميل الاختياري. ماذا يقصدون بهذا اللفظ الجميل الاختياري؟ يقصدون أن هذا المحمود له محاسن وله صفات يستحق بها أن يحمد، سواء اختار أن يوصله أو يوصلها هذه المحاسن إليك أو لم يختر ذلك. وطبعا الحمد يكون بكماله وتمامه لله عز وجل، ويكون حسب يعني الإضافة يكون لغير الله عز وجل بقدر ما يستحقه هذا المحمود، لكن الحمد المطلق هو لله عز وجل. حتى نوضح هذا أكثر، الذكر بالجميل الاختياري، الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، فكل صفاته كمال مطلق وخير مطلق. فالله سبحانه وتعالى له العلم المطلق والعدل المطلق والرحمة المطلقة، فليس في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله شيء من النقص بأي وجه من الوجوه. ولهذا نحن نقول الحمد لله رب العالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى مستحق للثناء المطلق، ولهذا فهو رب العالمين. ولو كان في شيء من صفاته، صفاته الذاتية أو صفاته الفعلية، نقص أو عيب لما كان ربا للعالمين، وعند ذلك لما استحق أن يحمد سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحمد المطلق. لكن الله سبحانه وتعالى قد يعطيك وقد يحرمك. الله سبحانه وتعالى هو المعطي، هو الرازق، هو الذي يشفيك إذا مرضت ويغنيك إذا افتقرت، لكن قد تقتضي الحكمة
أن يمنع الله سبحانه وتعالى عنك عطاءه فيبتليك بالفقر والمرض والحاجة، ورغم ذلك فأنت تحمد الله عز وجل. لماذا؟ لأنك لا تحمده لأنه يعطيك فقط، بل تحمده لأنه هو في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله مستحق للحمد من كل وجه، فليس في شيء من ذلك عيب ولا نقص. ولهذا نقول في تعريف الحمد بأنه هو الذكر بالجميل الاختياري الذي إن اختار أن يعطيك يعطيك، وإن اختار أن يمنع عنك يمنع عنك، ولكنه هو في ذاته متصف بتلك الصفة وهي صفة كمال. والله سبحانه وتعالى محمود على ذاته ومحمود على صفاته ومحمود على فعله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فاجتماع صفات الكمال في قدرته وعلمه وعظمته وجلاله وخلقه الذي ظهر في خلق السماوات والأرض والتصرف في الظلمات والنور، كل ذلك مقتضى أن نفرده بالحمد سبحانه وتعالى، ونعتقد أن الحمد الخالص التام لا يستحقه إلا صاحب الحمد وهو الله عز وجل. ثم قال: ثم عندنا الشكر بعد ذلك. طبعا الشكر، الحمد يكون بدون مقابل، ولكن الشكر يكون بالمقابل. فالشكر هو معرفة الإحسان ونشره كما قالوا في تعريفه. فالشكر في أصل اللغة الزيادة والنماء، وهو في الاصطلاح الثناء على المحسن بما أعطاك. ولهذا الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى لما أعطاه وأمده، وكذلك يشكر غيره من العباد لمن له يد عليه، لكن شكره لله شكر عبودية وتذلل وخضوع واعتراف وتبجيل وتعظيم، وشكر غير الله من المخلوقين هو بحسبه بمقداره، ليس كاملا وتاما من كل وجه، وإنما هو رد للجميل والثناء لمن استحق الثناء بعطائه. فهذا مجمل ما يتعلق بالمدح والحمد والثناء والشكر. الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العدل في هذا الموضع التسوية، يقال عدل الشيء بالشيء إذا سواه به، والمقصود أنهم يشركون به سبحانه وتعالى، رغم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد باستحقاق الحمد، لأنه هو المتفرد بالخلق والتصرف والتدبير، رغم ذلك فإنهم يأتون إلى الأصنام وإلى الأوثان وإلى القبور وإلى الأموات وإلى من يعتقدون فيهم الولايات والكرامات فيسوونهم برب العالمين، كما في الآية الأخرى في قول المشركين: إن كنا لفي ضلال مبين
تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. والحقيقة أنهم لم يسووا هذه الأصنام والأموات بالله رب العالمين من كل وجه، فلم يعتقدوا أن هذا الصنم أو هذا الميت أو صاحب هذا القبر خالق ورازق ومدبر مثل الرب، مثل رب العالمين، لم يعتقدوا ذلك. ولكن هم أعطوا لهذا المخلوق حقا لا يستحقه إلا الخالق، وهو العبادة، فصاروا بذلك يعني صاروا بذلك قد سووا المخلوق بالخالق عز وجل. وهذا هو أصل البلاء في البشر، وهو ماذا؟ التسوية بين المختلفات، أن يسوى بين المخلوق والخالق أو الخالق والمخلوق. وفي كل ميدان وفي كل حال إذا كانت التسوية بين المختلفات يحصل الظلم، ولهذا يوصف الشرك بأنه ماذا؟ بأنه ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، لأنه مجاوزة للحد وإخلال بالميزان. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، أي تشكون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. أشهر التفاسير في هذا قضى أجلا أجل الموت، والأجل المسمى عنده أجل الآخرة، الحياة الآخرة، البعث والنشور. ولهذا قال وأجل مسمى عنده، خصه به سبحانه وتعالى، لأن ذلك علم الآخرة لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم بعد ذلك هذه الآية، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه الآية الكريمة اختلف المفسرون في تأويلها، وأرجح الأقوال وأصحها أن المقصود معنى هذا اللفظ وهو اسم الله الأعظم، فالله سبحانه وتعالى هو المألوه، هو المعبود. فلما قال سبحانه وهو الله في السماوات والأرض وفي الأرض، فالمقصود أن الله هو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، فهو معبود من في السماء من الملائكة، ومعبود من في الأرض من الإنس والجن وسائر الخلق. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود، هذا أول، هذا التأويل الأول وهو الأشهر والأصح. ثم بعد ذلك قال يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. التأويل الآخر وهو الله في السماوات، ثم يكون هنا وقف، ثم نقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أن الله سبحانه وتعالى وإن كان في جهة العلو المطلق ولكنه يعلم سركم وجهركم
في الأرض. لكن هذا التأويل فيه ضعف، لأن فيه تقطيعا للآية، فيه تقطيعا لسياق الآية، فالتأويل الأول هو الصحيح. مهما يكن، فلم يفهم أحد من علماء الإسلام كما قال ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية يقصد بها أن الله سبحانه وتعالى بذاته في السماوات والأرض، أي أن الله في كل مكان. لم يفهم أحد من أئمة الإسلام هذا المعنى من هذه الآية، فهذه الآية لا تدل على هذا، لا تدل على هذا المعنى قطعا. وذلك لأن اختلاط الخالق والمخلوق في الوجود، أي اجتماع الذات، هذا ممتنع ولا يقول به أحد من المسلمين، وإنما هو اعتقاد غلاة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود أو أحدية الوجود. قال بعد ذلك: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وهذا في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، فلهذا المؤلف بدأ خطبته بالتشهد، فهذا من السنن الثابتة، ينبغي على من يخطب أو يكتب أن يلتزم بذلك قدر المستطاع، فلهذا التزم به المؤلف. ثم ضمن خطبته بعض الآيات، ثم قال: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون مطيعون منقادون. وفيه تغليب للعاقل، يعني ما في السماوات والأرض العاقل وغير العاقل كلهم قانتون، فعبر بصيغة العاقل عن الكل. وهذا الخضوع هو خضوع المخلوق للخالق، خضوع بالكون والقدر، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الآية سيأتي تفسيرها إن شاء الله أثناء الكتاب. ثم قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، وذلك لعظمته وعزته وجلاله وكمال صفاته في أفعاله واختياره. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وليس المعنى أنه لا يسأل أي يفعل من غير علم ولا حكمة، ويفعل كيفما اتفق، لأنه يفعل ويتصرف في ملكه فلا يسأل عما يفعل، ليس هذا هو المعنى، بل المعنى أنه لا يسأل. لا شك أنه رب العالمين وهو الخالق المتفرد بالحكم والتصرف والتدبير في مملكته، ولكن أيضا لا يسأل لأن جميع أفعاله وأحكامه، أحكامه الكونية القدرية وأحكامه الشرعية، قائمة على العلم والعدل والحق والخير والرحمة، فلذلك لا وجه للسؤال. فهذه الآية هي نفي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
لكن الحقيقة معناها الإثبات، إثبات الكمال له، فلكماله لا يسأل، لكماله المطلق لا يسأل، كماله في ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ذاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لا مانع من التسييد للنبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة عليه أو ذكره، كما فعل المصنف هنا، قال: أشهد أن سيدنا، لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيدنا. وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو هو علمه، فقال: إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة، لا تدهون لعله يعرض عليه، لعله تعرض عليه صلاتكم. فقالوا: علمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود، في سنن ابن ماجه، في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، وإن وهم بعض العلماء في تضعيفه، ولكنه ليس في الصلاة، ليس في الصلاة. فإذا ورد الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر تعبدي مثل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في داخل الصلاة، فهنا لا يجوز أن نزيد لفظ السيادة، لا يجوز ذلك، بل نتقيد باللفظ الوارد في هذه العبادة، لأن العبادات قائمة على التوقيف كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما خارج الصلاة وفي الصلوات المطلقة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعبارات المطلقة، فلا بأس من ذكر هذا اللفظ: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. هنا اللفظ بمعنى آخر، وهو العدل، أي إقامة الحكم بالحق، الحكم بالحق، وعلى التابعين لهم بإحسان، الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، أي لا يعدلون عنه، أي لا ينحرفون ولا يميلون عن السنة، بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقف أثرهم إلى يوم الدين. قال المؤلف: أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع. مدح كتابه، ولا بأس أن يمدح الإنسان عمله من أجل أن ينبه الآخرين على أهمية هذا العمل وعلى أهمية هذا الأثر حتى ينتفع به، فهذا ليس من الرياء والتظاهر بالعمل، وإنما هو من باب الحث على طلب العلم والحث على معرفة قدر هذا الكتاب حتى يهتم به طالب العلم. ولهذا نجد هذه العبارة في مقدمات كثير من العلماء يمدحون كتبهم، حتى قيل يعني ذكروا في كتب الأدب، قيل لأحد العلماء: أراك معجبا بكتابك، قال: لو لم أكن معجبا به لما أخرجته، يعني لما نشرته بين الناس. فالعالم لا شك يبذل جهده وهو يعرف قدر
العلم الذي ينشره، فلهذا يحث الآخرين عليه. يشتمل على قواعد الدين، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. وهذا يظهر لنا أهمية دراسة العقيدة، فإن دراسة العقيدة فيها العناية بأصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل الكتب وأقام سوق الجنة والنار، ولا نجاة لمن بغيره يدين، لا نجاة لمن يعمل ويبذل ويشق على نفسه إن لم يكن على اعتقاد صحيح مرض لله عز وجل. لهذا قال: شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. ماذا الذي يزيل جميع الإيمان، يزيل جميعه؟ الشرك مثلا، الشرك يزيل جميع الإيمان، يزيله من أصله. فعندنا نواقض للإيمان يجب على المسلم أن يعرفها ويحذر من الوقوع فيها حتى لا يزول إيمانه وهو غافل عن نواقض الإيمان. أو ينافي كماله، ينافي كماله أي يبقى الإيمان، يبقى الإيمان ولكنه يبقى بأصله ولكن ناقصا، فيه عيب ونقص فلم يبلغ الكمال، وذلك ما يقع من المعاصي، من المعاصي، المعاصي التي لا تزيل، المعاصي التي هي ليست كفرا في ذاتها، لا تزيل أصل الإيمان، فإنها تنافي كماله، مثل الزنا والسرقة والكذب والظلم وإلى غير ذلك. وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. فنحن سنعتني إن شاء الله تعالى بشرح هذه الأدلة وتوضيحها بإذن الله تعالى. قال: واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها ويسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة. عوارها أي عيوبها، تصدى لكشف عيوبها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده. هذا منهج مهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس ونشر العلم، وهو الاقتصار على بيان مذهب أهل السنة والاتباع بأدلتها المقونة من الكتاب والسنة، وعدم البدء مع الناس بذكر أقوال أهل الأهواء والابتداع. لماذا؟ لأن أقوال أهل الأهواء والابتداع الذين خالفوا طريقة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة كالخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم كثير، هؤلاء لا تذكر أقوالهم إلا لردها والتحذير منها وبيان فسادها، فهي لا تذكر أصالة وإنما تذكر تبعا، تذكر تبعا، وهي ليست من أصول العلم وإنما من مكملاته. فطالب العلم المتخصص في الدراسة، في دراسة العلوم الشرعية، يجب عليه وينبغي له أن يعتني
معرفة أصول هذه الفرق وأقوالها الفاسدة والشبهات الواردة منها وأجوبة أهل السنة عليها. أما عامة المسلمين فلا يحتاجون إلى ذلك، وإنما يكفيهم الاعتقاد الصحيح، يكفيهم الاعتقاد الصحيح، اعتقاد أهل السنة والجماعة. والعلماء صنفوا كتبا كثيرة في رد أقوال أهل البدع، ونحن موضوعنا في الاعتقاد، ففي الاعتقاد مثلا تجد الرد على الجهمية والمعتزلة والخوارج والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، والكتب في هذه الأبواب كثيرة جدا. فهذه يختص طلبة العلم بدراستها ومعرفتها. قال: مع أن الضد يعرف بضده. نحن إذا عرفنا الحق سيتعرى أمامنا الباطل وسنجتنبه وننفر منه. وكذلك قال: ويخرج بتعريف ضابطه وحده. أي الحد هو التعريف، التعريف، وكثيرا ما يستعمل في اصطلاحات المناطق، يقولون الحد، ويقصدون بذلك أن يعرف الشيء على ما هو عليه، القول الدال على ماهية الشيء كما يقول أهل المنطق. فالحد إذا أنا عرفت حدود الإيمان والضوابط والأصول، وعرفت أيضا ما يزيل أصله أو ينافي كماله، وعرفت نواقض الإيمان، عند ذلك سأكون يقظا ومنتبها. فإذا جاء شخص من أتباع هذه الفرق الخارجة عن السنة بشبهة أو بقول شاذ، فإنني سأعلم أن هذا خارج عما تعلمته ودرسته من علم الكتاب والسنة، فبذلك أكون قد حصنت نفسي بالعلم الصحيح عن الشبهات الفاسدة. ولهذا قال: فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. قال: ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. وطريقة السؤال والجواب طريقة أصيلة في العلم، ونحن نعلم لم في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة قد تبلغ 15 موضعا الله سبحانه وتعالى ذكر: يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون. كذلك الحديث المشهور، حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الكتاب. وهذا منهج تعليمي من باب جلب انتباه الحاضرين وتعليمهم من غير أن إحواجهم إلى السؤال، بل يلقى السؤال والجواب إليهم فيستفيدون. قال: وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. العلم العلامة والأثر والفصل، فهو الأمر الذي يهتدى به، ولهذا الراية تسمى علما، وكذلك الجبل، ولهذا يقولون علم على نار على علم، يقولون نار على علم، أي أمر ظاهر بين يهتدى به. قال: السنة المنشورة، المنشورة المعلنة المكشوفة، فهو أمر ليس أمرا باطنيا، ليس أمرا سريا. عقيدة أهل السنة والجماعة ليس
سرا يستترون به وليس أمرا مخفيا، هو أمر ظاهر منشور معلوم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وملقى إلى الناس من خلال الكتب والمحاضرات والتدريس لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. الطائفة الجماعة والفرقة، وهذه اللفظة قد تطلق على الطائفة، الطائفة التي هي محمودة والطائفة التي هي مذمومة. فهنا لهذا بين حال هذه الطائفة، أي طائفة؟ هل هي طائفة محمودة أم مذمومة؟ بل هي محمودة، نعم محمودة بصفتين، بصفات كثيرة ذكر منها صفتين: الناجية المنصورة. الناجية مأخوذة من حديث الفرقة الناجية لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة 73 فرقة، وقال كلها في النار إلا واحدة، واحدة في الجنة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، هي الجماعة، الجماعة الأولى قبل أن يحصل الخلاف في الأمة. ومن هي الجماعة؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة وصححه كثير من العلماء كشيخ سلام بن تيمية والشاطبي وابن كثير وابن القيم وغيرهم كثير من العلماء يصححون هذا الحديث. وبعض الناس يفهم هذا الحديث خطأ فيظن أن هذا الحديث يقتضي التكفير. كيف تحكمون على الناس بالنار؟ تقولون أن الأمة اختلفت وافترقت وكلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة طبعا هي أهل السنة والجماعة، هم الذين يسيرون على منهج الجماعة الأولى، جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تقولون أنها في النار؟ فنقول في هذا أن هذه النار هي نار العقوبة وليست نار الخلود، ليست نار الخلود. طبعا النار واحدة، جهنم أعاذني الله وإياكم منها هي واحدة، ولكن الذين يدخلونها صنفان: صنف يدخلها خالدا مخلدا فيها، وهؤلاء هم الذين هم خارجون عن دائرة الإسلام، ليسوا مسلمين، ليسوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه ولا أتباع المرسلين في زمانهم. ثم النار الأخرى هي نار العقوبة، أي الصنف الآخر الذين يدخلون النار عقوبة ثم يخرجون، وهؤلاء هم أهل الإيمان الذين عندهم أصل الإيمان وهم في دائرة الإسلام، لكنهم ارتكبوا ذنوبا ومعاصي غلبت عليهم في الميزان فاستحقوا العقوبة بذلك. إذن فلا عجب ولا غرابة في هذا الحديث. نحن نعلم أن الإنسان المسلم متوعد بالنار على أقل من هذا الأمر، هذا الأمر الذي فيه تفرق في أصل الدين والمعتقد، يعني الوعيد على النار مثلا في قضية الإسبال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل من الكعبين ففي النار، وهذا الحديث في صحيح البخاري. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع الرحم لا يدخل الجنة، وكذلك لا يدخل الجنة دم لحم ودم نبتا من سحت أي من حرام، والحديث في هذا كثيرة جدا وجدا.
فهي لا تدل على الخلود، هي وعيد على المعاصي، وهذا الوعيد لا يشترط أن يتحقق ويقع، لأن الإنسان قد يكون من أهل الانحراف إما في العلم أو في العمل ويموت على ذلك، ثم في الميزان تكون لديه الحسنات الكثيرة فتغلب حسناته على سيئاته فيدخل الجنة ولا يعذب. فهذا وعيد، هذا وعيد قد يقع على الإنسان المعين وقد لا يقع حسب حاله وحسب أعماله وحسب ما يكون له من الأمر في الميزان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا. فالمقصود بهذا أن هذا وعيد، فهذا الوعيد يحمل الإنسان على الخوف من أن يقع تحت طائلته فيجتنب كل سبب إلى التفوق والخروج عن جماعة المسلمين الذين هم الصحابة والسلف الصالح الطيبون. ثم قال المنصوبة، هذه صفة وردت في حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. لا تزال طائفة من أمتي قائمة، وكذلك في رواية منصورة، وقوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. والحديث في هذا الباب عن جماعة من الصحابة. هذا الظهور يقصد به الظهور بالعلم والحجة، وليس الظهور بالقوة والغلبة والسلطان. فالظهور ظهوران: ظهور بالحجة والعلم، وهذا متحقق لأهل الإسلام منذ أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحتى آخر الزمان. فأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة هم أصحاب الحجة الغالبة الظاهرة التي لا يقدر أحد من أهل البدع والأهواء أن يشغب عليها بشبهاتهم وأباطيلهم. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون لهم الظهور بالقوة والغلبة والسلطان، فهذا أمر كوني قدري، هذا أمر دنيوي قد يقع لأهل الإسلام مرة وقد يتخلف مرة حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. فإذن هذا شرح لعنوان الكتاب: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. وبقيت كلمتان في العنوان: السنة والاعتقاد، وهاتان الكلمتان سنشرحهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بعون الله تعالى وتوفيقه، وسنشرع في شرح الكتاب بإذن الله تعالى، وسيكون إن شاء الله أكثر يعني تشويقا وإفادة من هذه المقدمة، لأننا سيعني نشرح أصول هذا العلم وندخل في أحكامه التفصيلية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ذلك ويوفقنا إليه ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإياك وبركاته.